النهارده الاهلي كتير قوي كنت شايفه بيلعب كرات طوليه، البنا واللعب من تحت اللي كان بيعمله السنه اللي فاتت، وتقول لك مروان عطيه بيطلع بالكوره مش عارف ازاي، ومحمد مجدي قفشه وامام عاشور وحمدي فتحي لما كان موجود، وحاجات دي مش موجوده، وحسين الشحات كان بينزل يلعب دور صانع الالعاب. كل ده النهارده ما بشوفوش كتير. الاهلي النهارده بيطلع كرات طوليه، ورامي ربيع شفته كذا كره طوليه عملها النهارده تقريبا لوحده. يعني شوف يا كريم، يعني بقالنا ماتشين ثلاثه او من مباراه سان داونز تحس ان النادي الاهلي فقير في الحلول بالطلوع من الكوره، والنادي الاهلي بقى بيعتمد على اسلوب جديد محدش كان متعود عليه من النادي الاهلي، اسلوب الكور العاليه اللي جديد اصلا على النادي الاهلي، وانت ما عندكش اللعيبه الاجنحه اللي تقدر تاخد لك الكوره بدماغها وتقدر تلعب على السكند بول. ده مش شكل النادي الاهلي، مش نمط النادي الاهلي. وكان التميز الكبير السنه اللي فاتت قلنا الحلقه المفقوده في مارسيل كولر انه جاب مروان عطيه، فلعيب رقم 6 بيقدر يطلع. مروان عطيه اكتر واحد بيغلط، كل ما حد يجي يلعب مكان مروان عطيه نفس الكلام بيغلط، فهي اخطاء كبيره جدا. ولكن تعالى نتفرج على بعض الحالات اللي بالنسبه لي كانت غريبه جدا في الكور العاليه اللي كان بيلعبها النادي الاهلي، واللي بالمناسبه جه منها الهدف بتاع مودست، ولكن الشكل بتاع النادي الاهلي كان بعيد بشكل كبير عن الشكل المعروف النادي الاهلي. هنا في اول دقيقه خلص يا كريم من المباراه زي ما انت شايف. نقف بس لحظه عشان اقول لك حاجه، كابتن طبعا النهارده علاء عبد العال كان بيلعب ميديم بلوك، مخلي اللي برضو كل الثلاث خطوط كلها قريبه من بعض، فبالتالي الحل الاوحد عندك ان انت هتلعب الكره الطوليه. ولكن جوده لعب الكره الطوليه هل عند لعيبه النادي الاهلي؟ هل الاجنحه بتاعتك لما جربتها على المباراه فاتت فادتك ولا؟ تعالى نتفرج. هنا اول ما محمد هنا هيستلم الكره هيلعب الكره الطوليه على مين؟ ده على طول كريم نيدفيد، دي اول كره في المباراه والنادي الاهلي خد منها فاول. في اي واحده من بعدها نجحت؟ مفيش اي حاجه من بعدها نجحت. نشوف الكره اللي بعدها على طول برضو بعديها بدقيقتين، اول ما النادي الاهلي بيحاول يحضر من تحت. الحل الاول محمد هاني العب، ادي الكره تاني للجونه ونرجع تاني النادي الاهلي يستقبل اللعب. هو ده اللي الاهلي كان بيعمله. كره تانية، طب اغير الناحيه التانية؟ هغير الناحيه التانية برضو، دي بعديها بثلاث دقايق في الدقيقه 48 ثانيه هتروح الناحيه التانية عند رامي ربيعه. رامي ربيعه عفوا بس بتقف هنا، وقف هنا لحظه معلش، لا ارجع تاني، ارجع تاني معلش عشان بس اقول ندي له حقه برضو يا محمود. كابتن علاء عبد العال ضاغط عالي، هو مش مخليك تعرف تطلع بالكره خالص وخانق. يعني برضو انا اقصد ايه، حتى لو ده كان عيب عند الاهلي النهارده فكان ميزه عملها كابتن علاء عبد العال. هو مش طبعا ده اللي احنا قلناه في الفقره الاولانيه، كابتن عبد العال لازم ياخد الكريدت ان هو عارف يلعب قدام. بدي احاول لما شفت اللقطه دي كان الشوط الثاني ما عملش كده خالص، كوكا عمال يلف حوالين نفسه بيحاول يهرب عشان ياخد الكره وما بالظبط قافل عليك. بص بقى هتلعب الباص، هيلعب الباص الطويل هتتلعب دلوقتي برده لحسين الشحات، هتطلع اوف سايد. الاهلي فضل يعمل كده كريم كتير جدا، ولكن في بعض الاوقات كان ممكن بيوصل. هنا بقى عاوز اقول لك، هل الهدف اللي جه من النادي الاهلي الاول لحظه قبل ما نلعب الباص ده ما جاش عن طريق الصدفه؟ الكره دي اتلعبت قبل ما الهدف يجي باربع دقائق، برده قفشه عاوز يسقط الكره لمين؟ لمودست في النص. هنا نفس الكلام، النادي الاهلي هيحاول يطلع بالكره، هيحاول برده هيلعب الكره الطويله، برده هيلعب الكره الطويله لمين؟ ده كان طاهر محمد طاهر، والكره برده اتقطعت. فده قبل برضو الهدف بدقيقتين. يجي بقى للكوره اللي كانت شبيهه شويه برضو للهدف اللي جه، كوره اول ما اتقطعت النادي الاهلي بص حسين الشحات اول حاجه يعملها ايه؟ هيلعب لمودست ما بين الاثنين عشان خاطر بس مودست كان بعيد شويه. نيجي بقى للهدف، نفس الكوره بالظبط اللي لسه جايبها لك من عند قفشه. هو محمد هاني هيحضر الكوره، هيلعب الكوره اعتقد لطاهر محمد طاهر، هو ملاعب للطويله لمين؟ لمودست. نفس الكوره اللي كانت بتتلعب. بس السؤال هنا، هل انت هتقدر تلعب بالاسلوب ده على طول؟ هل ده شكل النادي الاهلي؟ ده شكل جديد على النادي. بص يا كريم، هنا المباراه اللي فاتت مباراه سيراميكا كليوباترا، نرجع من الاول برده ثاني ومعايا لقطتين بس انا جايبهم من المباراه، نفس الكلام برده. النادي الاهلي مش قادر يطلع فبيطلع الكره عاليه، احمد عبد القادر مش عارف يطلع بدماغه، كل النادي الاهلي بقى ياخد الكره يدي الكره للفريق الثاني ويرجع يستقبل اللعب. فاسلوب الكور العاليه بتاع النادي الاهلي ده جديد على النادي الاهلي، جديد على مارسيل كولر اللي كل كان اصلا بيقول انت تروح تلعب سان داون السنه اللي فاتت بتلعب ضغط عالي. فالاسلوب الجديد اللي بيلعب بيه النادي الاهلي غريب جدا ومش نمط ولا شكل النادي الاهلي، فده بصراحه غريب جدا الطريقه اللي بيلعب بيها مارسيل.